مشروع تجميل ألسنة المواقف اللي يندرج تحت مشروع دبي تتحدث إليك، أحد المشاريع اللي تهدف إلى تحويل دبي إلى متحف مفتوح. حرصنا على إشراك فئات المجتمع في هذا المشروع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في الإمارات. استلهمت الفكرة من تعدد الجنسيات الموجودة في دبي، من الثقافات والجنسيات الموجودة وكيف احتضنتهم دبي في مكان واحد. رسمتي مستوحى من الغترة العربية كخلفية، والكلمات ترمز الثقافات المختلفة اللي موجودة عندنا في الإمارات. Basically, the artworks call everyone is welcome here, and basically it's about like the representation of how Dubai is and how people kind of like come from all over the world to be like make it Dubai as a home.